أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا. الرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه جل وعلا. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فهو الكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقين. أنزله لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وإزهاره. فهو كتابه الدال لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه، ولا تقلع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا، زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس، ورياض القلوب، وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح، يا أهل الفلاح حي على الفلاح، نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف أذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها.
وران عليها كسبها، فلم تجد حقائق القرآن فيها منفذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغزا. وعجبا لها جعلت غزاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاقتداء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع سبحان الله. كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطلع الأنوار من السنة والكتاب. وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها في هذا الخضم الهائل من فتن الشهوات والشبهات. كيف ميزت يا إخواني بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على نفسها بالعجز عن تلقي الهدى من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية الانتباه، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى من البيان. كلا، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، واتخذ الناس من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا واقع يا إخواني الكرام، يعني أصبح نماذج مزورة ومشوهة تقدم للأمة على أنها هذه هي النماذج السلفية، هذه النماذج التي تسير على هدي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. هل هذا صحيح؟ فسوف يعني تتبين الحقيقة حين انجل الغبار، فحينها تعلم تحتك فرس أم حمار. هذه حقيقة، وهكذا نبته، يعني وصل الأمر إلى غير أهله. ليه يا إخواني الكرام؟ يعني سحب يا إخواني من الفتن المتوالية والمتتابعة، فتن كقطع الليل المظلم، فتن أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها. المشكلة يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يسابق المتسابقون إليها، والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزحموا عليها. خلاص تزحموا عليها لنيل إيه؟ الأوسمة والنياشين، الأوسمة والناشين، أوسمة والناشين والدروع. ما الدروع ببلاش، انت هتغرب حاجة تروح عند الراجل بتاع الدروع يعمل لك دروع، يكتب فيه الجماهيرية العظمى المتحدة الأمريكية الولايات، يكتب لك زي ما انت عايز. واضح؟ وبعدين والحقيقة فين؟ الحقيقة لن تغيب، ربما يأتي على الحقيقة بعض الصدأ، لكن لن تغيب الحقيقة. الحقيقة محفوظة بحفظ الله عز وجل إخواني الكرام. فيربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير إخواني الكرام، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يسابق المتسابقون إليها، والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزاحموا عليها. وهيهات، أين السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟
وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليل فيها وحذر إلى النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فيها من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات؟ سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطها، قنعوا بأقوال إخوان الكرام استنبطها، قنعوا استنبطها معاول الآراء فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، واتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. إخواني الكرام، وها نحن مع القرآن وسورة القصص. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون وهو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وما زلنا مع الإمام إخواني الكرام ابن عاشور في التحرير والتنوير، وما زلنا مع الآية 35 والتي يعني يقول فيها المولى جل وعلا: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. يقول الإمام: استجاب الله له دعوتيه وزاده تفضلا بما لم يسأله، فاستجابت الدعوة الثانية بقوله سنشد عضدك بأخيك، واستجابة الأولى بقوله فلا يصلون إليكما، والتفضل بقوله ونجعل لكما سلطانا. إخواني الكرام، يحملون لواء الدعوة إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص، يعني استجابة لأمر الله عز وجل. فأعطى موسى بما ما يماثل ما لهارون من المقدرة على إقامة الحجة، إذ قال ونجعل لكما سلطانا، وقد دل على ذلك ما تكلم به موسى عليه السلام من حجج في مجادلة فرعون كما في سورة الشعراء، وهنا في سورة القصص، وما خاطب به بني إسرائيل مما حكى في سورة الأعراف، ولم يحكي في القرآن أن هارون تكلم بدعوة فرعون على أن موسى سأل الله تعالى أن يحلل عقدة من لسانه كما في سورة طه. ولا شك أن الله جل وعلا استجاب له وشد الربط، وشأن العامل بعضو، العامل بعضو بدراعه بإيده، يعني إذا أراد أن يعمل به عملا متعبا للعضو أن يربط عليه لئلا يتفكك أو يعتريه كسر. يعني وفي ضد ذلك قال الله تعالى في سورة الأعراف: ولما سقط في أيديهم في أيديهم، يعني واضح. وقوله يعني وقولهم فت في عضده، وجعل الأخ هنا بمنزلة الرباط اللي هو هارون الذي يشد به على العضو الذي يراد به العمل حتى يعني لا يتفكك أو يعتريه كسر، يعني واضح. وهذا كله تمثيل لحال إيضاح حجته بحال تقوية من يريد عملا عظيما أن يشد على يده. وهنا يا إخواني إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية يا إخواني الكرام، يعني وهنا هارون يعني أشدد به أزري وأشركه في أمري. خلي بالك أخي الكريم، يعني واضح، يعني مش عايزين بقول لك نسبحك كثيرا، والتسبيح لبناء العالم، يعني كما قال الدكتور أحمد خليل يعني في كتابه
تسبيح، يعني بناء وبناء، بناء التسبيح وبناء الأمم حقيقة يعني. وإلا إخواني الكرام، المقصود بالربط هو التأييد الذي شاع في معنى الإعانة والإمداد، وإلا فالتأييد أيضا مشتق من اليد، يعني في أصل معنى أيد جعل يدا، فهو استعارة لإيجاد الإعانة. والسلطان هنا مصدر بمعنى التسلط على القلوب والنفوس، أي مهابة في قلوب الأعداء ورعبا منكما. وهذه ليس خاصة بفرعون بموسى وهارون، ولكن موسى وهارون والأنبياء والرسل وخلفاء الأنبياء والرسل على طريق الدعوة إلى الله عز وجل. إخواني الكرام، يعني فهو تسلط على القلوب والنفوس، أي مهابة في قلوب الأعداء ورعبا منكما، كما ألقى على موسى محبة. يعني إيه؟ إمتى؟ حين التقطه آل فرعون. يعني هنا محبة ومهابة، يعني ومحبة لما التقطوا آل فرعون، ومهابة واضح في قلوب الأعداء، يعني مهابة وخوف. يعني إخواني الكرام، يعني تسلط على قلوب القلوب والنفوس، يعني مهابة في قلوب الأعداء ورعبا منكما، كما ألقى على موسى محبة حين التقطه آل فرعون. وتقدم معنى السلطان حقيقة في قول الله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا. مهابة إخواني الكرام، مهابة يعني ورعب يعني. وفرع على جعل السلطان: فلا يصلون إليكما، بعد السلطان فلا يصلون إليكما، أي لا يؤذونكما بسوء، وهو القتل ونحوه. فالوصول إخواني الكرام يقصد به الإصابة، والمراد الإصابة بسوء بقرينة المقام. وقوله جل وعلا بآياتنا: أنتما ومن اتبعكم الغالبون. يجوز أن يكون بآياتنا متعلقا بمحذوف دل عليه قوله تعالى إلى فرعون وملئه، تقديره اذهبا بآياتنا على نحو ما قدر في قوله تعالى في 9 آيات إلى فرعون، وقوله في سورة النمل بعد قوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات، أي اذهبا في 9 آيات. وقد صرح بذلك في قوله في سورة الشعراء، في سورة الشعراء إخواني الكرام قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مجتمعون. سورة الشعراء. ويجوز أن يتعلق ونجعل لكما سلطان، أي سلطانا عليهما بآياتنا، حتى تكون رهبتهم منكما آية من آياتنا، يعني آية جواه، يعني واضح. ويجوز أن يتعلق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني ويجوز أن يتعلق بإيه؟ لا يصلون إليكما، أي لا يصرفون عن أداكم بآياتنا، بآيات منا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب، يعني واضح. ويجوز أن يكون متعلقا بقوله الغالبون، أي تغلبونهم وتقهرونهم بآياتنا التي نؤيدكما بها. وتقديم المجرور على متعلق في هذا الوجه الاهتمام بعظمة الآيات التي سيعطانها. ويجوز أن تكون الباء حرف قسم، تأكيد لهما بأنهما الغالبون وتثبيتا لقلوبهم. وعلى الوجوه كلها، كل الوجوه اللي قالها ديت، فالآيات تشمل خوارق العادات المشاهدة مثل الآيات 9، وتشمل المعجزات الخفية، يعني كصرف قوم فرعون عن الإقدام عن أداهما مع ما لديهم من القوة وما هم عليه من العداوة، بحيث لولا الصرفة من الله لأهلكوا موسى وأخاه.
ومحل العبرة إخواني الكرام من هذا الجزء من القصة، ومحل العبرة من هذا الجزء إخواني يعني من القصة، ومحل العبرة يعني من هذا الجزء من القصة التنبيه. نقطة مهمة جدا يا أخي الكريم، التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على من اصطفاه من عباده، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كرسالة إيه؟ كرسالة موسى، كرسالة إخواني إيه؟ كرسالة موسى، يا كرسالة موسى جاءته بغتة، فنودي محمد في غار جبل حراء كما نودي موسى في جانب جبل الطور، وأنه اعتراه من الخوف مثلما اعترى موسى، وأن الله ثبته كما ثبت موسى، وأن الله يكفي أعداءه كما كفى موسى أعداءه. وهذه بشارات يعني وعبر واعتبار للسائرين في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا، للساعين إلى إقامة المجتمع وتعبيد الدنيا لله عز وجل ورفع راية لا إله إلا الله في هذا الكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.